دون المزايدات تبدأ بس بالظبط. قيمة الأهلي في الخليج عاملة إزاي، ولماذا هذا الحرص على وجود الأهلي في الخليج؟ أعتقد كان من المهم يكون معنا من هناك الزميل والصديق العزيز علي معالي، الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد. مساء الخير يا أستاذ علي. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. مساء الخير يا باشمهندس عدلي. ازيك يا علي، أخبارك إيه؟ الله يخليك، مساء الخير، ربنا يخليك يا باشمهندس حضرتك. حبيبنا ومفتقدينك هنا بس فرحانين بيك هناك. ربنا يخليك ويبارك فيك يا باشمهندس، أنا سعيد بسمع صوتك دايما يعني. الله علي خلي. علي معالي واحد من النجوم المتألقين هناك، وبعدين عنده علاقة فريدة بعدين اسمه وأثيرة جدا. علي معالي. معالي، ده بيتكلم من دور العاشر. يعني احنا كلنا نقول معالي علي. طبعا. علي عنده علاقة رائعة جدا أنا لمستها في الإمارات مع مارادونا. تقريبا يمكن كل الحوارات الخاصة والتصريحات المهمة لمارادونا تملي مع علي معالي. قول لي علي، إيه الحكاية مع مارادونا؟ أنا شايف أهو الصورة، الراجل فيه عناق حر بينك وبينه بود شديد، ولا كأنه كان معاك في دار التحرير. أو أنت معاه في الأرجنتين. سعيد بالعلاقة دي، لأنها مع واحد من أروع لاعبي الكرة في تاريخ العالم بشكل عام يعني. صحيح. ودي صداقة الحمد لله يعني تكونت من أول ما وطأت قدمي دبي، كان في تدريب الوصل من 7 أو 8 سنين. أيوه. فالحمد لله استمرت هذه العلاقة حتى اللحظة بشكل في ثقة كبيرة جدا بيني وبين الحمد لله. والراجل ده يعني اعتقد الجميع يعلم علاقته بالاعلام يعني فيها شد وجذب رهيب جدا. ده فيها ضرب مش شد وجذب، ده كان زمان فيها ضرب وخناقات واقسام. وما زال حتى الان يعني في الارجنتين لما بيسافر بيستفز بشكل الاعلام الارجنتيني معاه متوتر دايما. جدا يعني، وما زال يعني حتى هو لما بيسافر دايما بيقتصر على وقت محدد، بعكس ما هو في دبي عايش في راحه وعايش في بعد عن هذا الضغط العصري الاعلامي يعني. قول لي انطباعاته عن المباراة كانت ازاي؟ والله الراجل للأمانة يعني أنا أول ما الماتش خلص يعني لمحت لفتة جميلة جدا، إنه سلم على حسام غالي وقال له باللفظ كده إن أنا بحبك. المترجم الزميل الأستاذ محمد النجار برضه واحد من المصريين الجمال يعني مع مارادونا بقاله سنوات طويلة. فرد نفسه او الكلام نفسه كان مفاجاه لحسام غالي. فحسام قال له، حسب برضه المترجم محمد قال لي، ان حسام قال له ان انا بحبك اكتر يعني. فلان برضه مارادونا كان قبل كده كان شاف ماتش للاهلي مع روما في استاد هزاع بن زايد لما كان الماتش الودي الجميل اللي عمله الاهلي. فكان في لقطه من اللقطات حسام لما وهو خارج من الملعب كان باستبدال، فالجماهير كلها سقفت ليه في الملعب، حتى سأل عليه وقتها يعني قال ده مين ده الجماهير كلها، قلنا له حسام غالي يعني. فمن وقتها وهو في الذاكره عنده يعني، فلما شافه قال له انا بحبك لان انا شفتك من يوم ماتش لروما، فكان لقطه كويسه جدا من مارادونا ليه يعني. قبل كده برضه مارادونا معجب جدا باللي شافه في الملعب، لانه لدرجه انه قال ان الاهلي هو بوكا جونيور العرب يعني بوكا جونيور الكره العربيه. بوكا جونيور العرب. سواء لان بوكا جونيور مارادونا يعشق بوكا جونيور اكثر من برشلونه واكثر من ريال مدريد، لان هو ده النادي اللي في دمه دايما يعني. هو بوكاوي. فما قال ان الاهلي وجماهيره بيفكروني بالجماهير الارجنتينيه يعني الملعب، بيقول انا من زمان ما شفتش جماهير بالشكل ده من بقالي فتره طويله جدا يعني. فقلت له حتى ما بالك لو طبعا الاهلي ككيان للامانه في الخليج بشكل عام سواء فريق كبير او صغير بيبقى له الجمهور والحضور الدائم يعني، فقلت له ما بالك لو الفريق الاول موجود، كنت هتشوف الملعب ده يعني مليان وهتلاقي وضع غير كده خالص يعني. هو كمان ابدا اعجابه بال يعني بتحركات اللعيبه في الملعب، بثقه اللعيبه في الملعب، على الرغم من عارف ان دي مجموعه من عدد كبير من يعني دول البدلاء مش اللاعبين الاساسيين، لكن نقول ان الفرقه فيها شكل ثابت جدا في الملعب، فيها ثقه في التحركات، فيها اداء ايجابي جيد جدا يعني في ارض الملعب بشكل عام. يعني اتمنى انه يلتقي الاهلي في وقت افضل من ده، لانه برضه هو لما لعب المباراه لعب بعدد العدد الاكبر من لاعبي انديه دوله الامارات، وبالاضافه لياسر قحطاني نجم الكره السعوديه، فكل اللاعبين مش بتوعه يعني، وبالتالي هو كان قاعد كرمز مش 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 اكثر يعني، لانه لا طبعا اللعيبه اول مره يلعبوا معاه، فكان يتمنى ان يلتقي الاهلي بالفريق وهو يبقى فيها الاداء افضل، يبقى فيها المتعه اكثر يعني. هو شايفها مباراه احتفاليه.
طبعا ده درجه اولى احتفاليه، لدرجه انه يعني خلى احد حراس احد اللاعبين اللي هو حارس مرمى الفريق ماجد ناصر هو المدرب بتاع الفريق في ارض الملعب، يعني قال له انت اللي هتحرك اللعيبه قدامك وانت اللي هتوجههم وانت اللي هتبقى لك الدور الاكبر فيه. نفض نفض ايديه من الماتش يعني. لا ما رفضش، لكن هو بدا يحرك، بدا ينزل اللعيبه بتوعه على فترات على اعتبار انه عنده ماتش يوم السبت في الدوري وماتش مهم، وهو برضه من يعني الاهم بالنسبه له انه عنده ماتش في الدوري وماتش من الماتشات اللي هتساهم في ان الفريق يتقدم في الترتيب على اعتبار انه يصعد لدوري المحترفين مره اخرى، وهو قريب بنسبه 70 او 80% من العوده لدوري المحترفين، فبالتالي كان عايز ان المباراه تكون مجرد بالاضافه انها احتفاليه انه يستفيد من بعض العناصر اللي من لعيبه بقى لها فتره، وده اللي عملها فعلا اشهر 3-4 لعيبه اللي غايبين عن الـ عن الـ عن المشاركات، واستفاد بيها بشكل عام انه شاف كمان الاهلي على ارض الواقع وشاف الجماهير المصريه على ارض الواقع، هو شافهم قبل كده في المباريات لكن دلوقتي شافهم كمدرب، فهو رأيته عن الكره المصريه بشكل عام حتى من خلال المترجم او من خلال لما نقعد معاه يعني بيتكلم على الكره المصريه على المدربين على كوبر على الوضع بالنسبه للكره المصريه، وهو كمان متابع لها بشكل يعني او باخر بالنسبه للكره المصريه بشكل عام. عنده راي في هيكتور كوبر ولا ما سمعتش منه رايه؟ والله للامانه هو الراجل ده صريح جدا وما عندوش ما يعرفش يخبي حاجه يعني. اه هو مشكلته يعني يعني لما يتكلم على كوبر يقول هو راجل ما يعني ما عندوش حاجه يقدر يقدمها، يعني راجل كبر خلاص ما عندوش الحاجه اللي يقدر يفيد بيها وما عندوش الفكر اللي يطور بيه الكره المصريه، ودي حقيقه واضحه يعني انا احنا كلنا كاعلاميين في الامارات على سبيل المثال عندنا قناعه كامله ان مع احترامي طبعا لراي اتحاد الكره مع احترامي لكوبر، عندنا قناعه كامله ان كوبر سواء نجح الفتره اللي فاتت او الفتره الحاليه بقدرات لاعبين مش بقدرات مدرب، هو عن نفس القناعه موجوده عند مارادونا، موجوده عند ناس كتير من المدربين اللي بيتابعوا الفكر التدريبي في ارض الملعب. طب قول لي علي فيما يخص الاهلي في الامارات حرص الفجيره على انه نادي بيحتفل بخمسين سنه ده يوبيل مهم بالنسبه له يجيب النادي الاهلي، وكنا سمعنا انه بيفاضل بين الاهلي وبعض الانديه الاوروبيه، ليه الاهلي وانت كشاهد عيان ازاي بتقيس شعبيه الاهلي في الخليج وانت اشتغلت في الامارات واعتقد اشتغلت في قطر، حجم شعبيه الاهلي في الخليج والدوافع للتعاقد معاه في مثل هذه المباريات ايه؟ اولا شعبيه الاهلي في الخليج عاليه جدا، وغير شعبيه الاهلي يعني تحديدا في الفجيره او سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي يعشق المصريين بشكل عام، وفي حب كبير جدا بينه وبين المصريين بشكل عام. وايضا يعني بيهوى او ليه ميول ناحيه النادي الاهلي، يعني احنا في سنه 99 الاهلي لعب في الفجيره برضه، كان الاهلي قبل كده الفجيره قبل كده كان اسمه اهلي الفجيره. ايوه. والاهلي فاز عليه برضه قبل كده 2-1 من سنه 99. ايوه. فهو دايما لما يحتفل بفريق عربي وفريق بحجم النادي الاهلي احتفاليه بمرور 50 سنه يوبيل ذهبي على هذا النادي. اعتقد من الافضل ليه او من الجماهيريه انه يحضر بنادي عربي اكبر نادي عربي، واكبر نادي عربي هو الاهلي، يعني ده سواء رضى البعض او رفض، لكن هو ده واقع طبيعي ان الاهلي هو اقوى نادي عربي واكبر نادي عربي جماهيري على مستوى الخليج وعلى مستوى اي مكان في الوطن العربي، يعني حتى على مستوى اوروبا تلاقي الشعبيه الاكثر للانديه العربيه هو النادي الاهلي بحكم ان المصريين متواجدين بحكم العرب متواجدين بحكم ان الاهلي بتاريخه وبطولاته، ده امر واقع يعني، لكن الاحتفاليه مع مرور اليوبيل الزاج مع الاهلي اعتقد انها ستكون افضل من اي نادي ثاني الا باستثناء مثلا برشلونه او ريال مدريد يعني. ردود افعالها الاعلاميه كان في نجاح لهذه الزياره؟ زيارة على مستوى الفجيرة، أولا يعني أنا خليني أذكر حضرتك حاجة، الفندق اللي كان مقيمة فيه البعثة فندق رويال إم، أولا مدير الفندق شخص مصري جميل جدا وراقي جدا ومهذب جدا الأستاذ رفيق محمد، لم يصدق ما يفعله بعثة الأهلي في الالتزام سواء في مواعيد الاكل او مواعيد الفطار او التحركات، كل ما يعني 10 يعني هي 10 10 ونص يعني 10 ونص، بقول انا اول مره اشوف فريق بهذا الانسجام وبهذه الدقه في التوقيت والتحركات، لان طبعا اعتقد هو كان فوق مدير في فنادق ثانيه فشاف انديه كتير وتابع انديه كتير، وانا ما شفتش التزام بهذه الطريقه زي ما شفت في النادي الاهلي. اضف لكده الانطباع العام ان سواء في الصحافه عندنا في الامارات او مهير ان الاحتفاليه بشكل عام
ادت الغرض المطلوب منها وهي احتفاليه مع نادي كبير وفي وجود مارادونا وفي وجود لاعبين عرب، ادت الغرض من هذا من هذه المباراه. وبالتالي يعني نتمنى ان اي حدث على مستوى الوطن العربي على مستوى الخليج يتم في احتفاليه زي كده، مثلا يتم دعوه فريق عربي بتكون اعتقد الاحتفاليه افضل واكثر بكثير من دعوه نادي اجنبي. يا علي يعني مؤكد يعني ان الموضوع بتاع الشعبيه والجماهيريه له علاقه بالقيم التسويقيه. يعني النهارده لما بيجي فرق من المنطقه العربيه، يعني عندك فكره مقارنه بالاهلي مين اعلى سعر على مستوى الوطن العربي كاعلى سعر؟ اعتقد هو الاهلي اعلى سعر في الوطن العربي. يعني بعدين حته التسويق يا باشمهندس انا بازعم، بس ما هو انا ليه عايز السؤال الثاني، هل ده بسبب ترتيبه الدولي ولا بسبب ايضا شعبيته في البلد، الجاليات اللي موجوده هناك وشعبيته في البلد نفسها؟ هو برضه في مبدا يا باشمهندس من زمان، انا طبعا انا عصرت الاهلي من ايام الله يرحمه كابتن صالح سليم، وقبل كده طبعا فترات كان في الاستاذ ماجد نواف، كان في عدد من الزملاء، لكن فتره من ايام المرحوم صالح سليم حتى الان انا شايف في منظومه في الاهلي في كل الامور تسويقيه جماهيريه كل الامور ماشيه بنمط واحد. انا خليني اقول مثلا احنا لما بيختار رئيس لامريكا الرئيس بيختار والنظام هو ماشي، نفس الحال في النادي الاهلي بيختار رئيس ونفس النظام السيستم ماشي هو واحد. فبالتالي الاستقرار في الاداء الاداري والاداء المنظومه داخل النادي الاهلي دي بتساعد على ان الناس بره بتثق في قدرات النادي الاهلي التسويقيه، والجماهير بره بتبقى في ثقه في ان فريقها هيقع مثلا لا قدر الله يقع سنه او اثنين، لكن في امكانيات انه يستعيد بقوته مره اخرى، وده اللي بيحصل في النادي الاهلي. يعني احنا النادي الاهلي ممكن يقع سنه لكن ما يقعش اربع خمس سنين، ودي قدره ان ازاي الفريق يستطيع انه يسوق نفسه بره وازاي يقوي نفسه بره وازاي يقوي نفسه داخليا، دي اعتقد منظومه كويسه جدا وللامانه غير موجوده في اي نادي عربي. يعني حضرتك دلوقتي لو قارنت النادي الاهلي مع عدد كبير من الانديه السعوديه، الهلال السعودي وصل لمرحله عاليه جدا وتاهل اكثر من مره لنهائي دوري ابطال اسيا، لكن لما تيجي تقارن الناحيه التسويقيه والناحيه الجماهيريه بين الاهلي والهلال، لا مع احترامي للهلال الاهلي اقوى بكثير اقوى بكثير، ده نادي رقم واحد في الدوري السعودي. هتدور على في الانديه التونسيه في الانديه الجزائريه في الانديه المغربيه على مستوى الخليج، ما تلاقيش نادي مستقر ونادي يستطيع ان يحصد كل هذه البطولات ونادي ان يجذب لنفسه مجال او مكان في التسويق على مستوى الوطن على مستوى العالم زي النادي الاهلي اللي هو عامل من فترات طويله لحد. وعلى فكره يعني احنا مش بنسال السؤال ده من باب التباهي، لكن احنا اصلنا الفقره دي بنقول فيها القيمه والقامه، والقيمه هنا هي القيمه التسويقيه والقيمه الصوره الذهنيه اللي بتخلي النادي الاهلي يعني محط انظار او محط طلب مثل هذه المناسبات وبسعر ينفرد به. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله، لان يتردد كل شويه اصل شعبيه الاهلي مش هي الاعلى. هل انت لامس ده ولا احنا عايشين في ايه يعني؟ حتى مش على مستوى الكوره بس، انت لو حضرتك شفت اي لعبه من العاب النادي الاهلي بشكل عام تتواجد على مستوى الخليج وتحديدا في الامارات، يعني خلينا اكون انا امر واقع قدامي، بتلاقي الجماهير موجوده بشكل مكثف، بتلاقي الترحاب موجود بشكل مكثف، بتلاقي دايما له صوت موجود يعني، لكن حته ان الجماهيريه او التسويق او ده الا ده بعيد تماما. وبعدين يعني هو المنطق دايما الجماهيريه دايما بتبقى مع الفريق اصحاب الالقاب اصحاب البطولات، ده امر طبيعي على مستوى العالم كله. لما ريال مدريد بطولاته بتقل الجماهير بتبدا تزمزم، بس هو نفس الحكايه الانديه الكبيره دايما لما بطولاتها بتقل الطبيعي ان جماهيرها بتقل، فما بالك فريق بيحصد القواعد يحصد بطولات، ده طبيعي انه جماهيره تتزايد، طبيعي ان القيمه التسويقيه بتاعته بتتزايد، ده امر طبيعي على مستوى العالم يعني. علي احنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات المستوفيه بجد يعني. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم وسعدنا. شكرا ومزيد من التالق والتوهج انت ومارادونا يا عم مع بعض. شكرا جزيلا للصديق العزيز علي معالي النقد الرياضي في جريده الاتحاد الاماراتيه، واعتقد اصداء رحله الاهلي للفجيره والقيمه التسويقيه للاهلي.